السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر. أهلا بكم بدرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان استخدامات الترانزستور في الدوائر الكهربائية. بداية لنستعرض أهداف الدرس. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تصمم دارة كهربائية لإنذار الحريق باستخدام الترانزستور، وأن تشرح تركيب دائرة كهربائية للتحكم في أجهزة الإضاءة الآلية باستخدام الترانزستور، وأخيرا أن تفسر أهمية استخدام الترانزستور في كثير من الدوائر الإلكترونية. وكتمهيد للدرس، لقد درستم أحبائي في الدرس السابق أن الترانزستور هو جهاز شبه موصل يتكون من وصلتين ثنائيتين وله ثلاثة أطراف. أما أنواع الترانزستور، النوع الأول PNP، وهذا رسم توضيحي له يمثل الرمز E الباعث والرمز B القاعدة والرمز C المجمع. أما النوع الثاني NPN، وهذا رسم توضيحي يمثل هذا النوع من الترانزستورات. وأيضا درستم أحبائي في الدرس السابق أن الترانزستور يستخدم كمفتاح إلكتروني بين الباعث والمجمع، وتتغير المقاومة بين الباعث والمجمع بناء على قيمة التيار المار في القاعدة، وأن الترانزستور يعمل بفرق جهد ضعيف أكبر من 6 من 10 فولت. والآن أحبائي لنبدأ درسنا لهذا اليوم، استخدامات الترانزستور في الدوائر الكهربائية. سوف ندرس مثالين لاستخدامات الترانزستور في الدوائر الكهربائية. المثال الأول دارة كهربائية يمكن استخدامها في جهاز إنذار الحريق، حيث أنها تعمل بواسطة مقاومة حرارية وجرس. أما المثال الثاني دارة تستخدم في الإضاءة الآلية، بحيث تعمل هذه الدائرة بواسطة مقاومة ضوئية ومصباح. لاحظوا أحبائي، عندما يكون فرق الجهد بين القاعدة والباعث أكبر من 6 من 10 فولت، يبدأ الترانزستور في العمل ويمر التيار بين المجمع والباعث. أريد منكم أحبائي أن تحتفظوا بهذه الملاحظة جيدا، لأننا سوف نستخدمها وسنذكرها في شرحنا للدارتين الكهربائيتين. والآن أحبائي لنتعلم كيف يمكن أن نصمم دارة كهربائية يمكن استخدامها في جهاز إنذار الحريق ومن أدواتها الترانزستور. هذا الشكل التوضيحي يمثل أجزاء هذه الدارة الكهربائية، بحيث أنها تحتوي بداية على مقاومتين، الأولى المقاومة الحرارية والثانية مقاومة ثابتة، موصولتان على التوالي وتعملان كمجزئ جهد، وهذا تم شرحه مسبقا في الدروس السابقة. وهذا الترانزستور من النوع NPN، وهذا مصدر صوتي. عندما ترتفع درجة حرارة المقاومة الحرارية تقل قيمة هذه المقاومة، وبالتالي يقل جهدها، ويزداد فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثابتة، ويؤدي ذلك إلى زيادة فرق الجهد بين طرفي القاعدة والباعث، ويتخطى ذلك قيمة 6 من 10 فولت، فيؤدي ذلك إلى أن الترانزستور سيسمح بمرور التيار الكهربائي بين المجمع والباعث، يؤدي ذلك إلى تشغيل جرس الإنذار. وسنذهب الآن إلى محاكاة توضح آلية عمل هذه الدارة الكهربائية، فهي بنا إلى هناك. والآن أحبتي سأوضح من خلال هذه المحاكاة آلية عمل دارة كهربائية تستخدم كإنذار للحريق. أجزاء هذه الدارة كما وضحناها سابقا فإنها تحتوي على مقاومة حرارية من النوع NTC ومقاومة ثابتة وترانزستور من النوع NPN ومصدر صوتي. ولاحظ معي أن فرق الجهد عند درجة الحرارة 24 درجة سلسيوس
كانت 135 ميلي فولت أي 0.135 فولت. وعندما تزداد درجة الحرارة على المقاومة الحرارية، لاحظ معي عزيزي الطالب كيف أن فرق الجهد بين قاعدة وباعث الترانزستور تزداد تدريجيا مع ارتفاع درجة الحرارة، ولكن المصدر الصوتي لغاية هذا الجهد لن يصدر صوتا لأنه يجب أن يتجاوز 0.6 فولت. ولاحظ يا عزيزي الطالب عندما بلغت درجة الحرارة 69 سلسيوس أصبح فرق الجهد بين طرفي القاعدة والباعث 0.7 فولت، أي أن الترانزستور سمح بمرور التيار الكهربائي بين المجمع والباعث فأدى ذلك إلى عمل الإنذار. يمكن أيضا إجراء تعديلات على هذه الدارة الكهربائية بحيث أننا نقلل درجة الحرارة أو نزيد درجة الحرارة لإصدار الصوت. لاحظوا أحبائي أنه يمكن استخدام هذه الدائرة في الثلاجة أيضا، حيث يضاء مصباح إنذار الحرارة بالثلاجة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، بحيث تعمل هذه الدائرة الكهربائية بنفس الخطوات السابقة عندما يتم استبدال الجرس الكهربائي بمصباح للتنبيه. وهذا الشكل التوضيحي للدائرة الكهربائية يمثل أننا قمنا بتعديل بسيط عليه، بأننا قمنا باستبدال جرس الكهربائي بمصباح التنبيه. أما الاستخدام الثاني للترانزستور في الدائرة الكهربائية، الدائرة التي تستخدم في الإضاءة الآلية، وهذا شكل توضيحي لأجزاء هذه الدائرة الكهربائية التي تحتوي أيضا على مقاومتين موصلتين على التوالي، الأولى مقاومة ثابتة والثانية مقاومة ضوئية تتغير قيمتها بتغير شدة الإضاءة عليها، وترانزستور من النوع NPN وأيضا مصباح كهربائي سوف يتم التحكم به نتيجة تغير شدة الإضاءة على المقاومة الضوئية. وفي حالة عدم وجود ضوء تكون قيمة المقاومة الضوئية كبيرة، فيؤدي ذلك إلى زيادة الجهد بين طرفي هذه المقاومة، فيزداد فرق الجهد بين طرفي القاعدة والباعث عن 6/10 فولت، فيسمح الترانزستور بتدفق التيار من المجمع إلى الباعث فيضيء المصباح. وسنشرح آلية عمل هذه الدائرة الكهربائية في محاكاة للدوائر الكهربائية، فهيا بنا إلى هناك. وفي هذا الجزء أعزائي الطلاب سوف أستخدم محاكاة كهربائية لأوضح آلية عمل ترانزستور كمفتاح يتحكم في الإضاءة الآلية. أجزاء هذه الدائرة مصدر جهد ثابت ومقاومة ثابتة ومقاومة ضوئية وترانزستور من النوع NPN ومصباح. لاحظوا معي أحبتي أنه عندما تكون شدة الإضاءة عالية جدا على المقاومة الضوئية فإن فرق الجهد بين طرفي قاعدة وباعث الترانزستور 380 ملي فولت أي 0.38 فولت، وهذا الجهد غير كافي لكي يسمح بمرور تيار كهربائي بين المجمع والباعث. لكن لاحظوا معي عندما نقلل شدة الإضاءة على المقاومة الضوئية فإن فرق الجهد بين قاعدة وباعث الترانزستور أصبح أكبر من 0.6 فولت، وهذا يؤدي إلى أن الترانزستور سيسمح بتدفق التيار بين المجمع والباعث فيضيء المصباح. لاحظوا معي أحبتي مرة أخرى أنه عند زيادة شدة الإضاءة على المقاومة الضوئية فإن المصباح سينطفئ، وعندما نقلل شدة الإضاءة فإن المصباح سيضيء، وذلك بسبب تحكم الترانزستور بمرور التيار بين المجمع والباعث. والسؤال هنا أحبائي، يمكن أن يتساءل أحدكم أننا لماذا نحتاج إلى استخدام الترانزستور في الأجهزة الإلكترونية؟ لأننا تعلمنا في الدروس السابقة أنه يمكن استخدام دارة مجزئ الجهد في وجود الترانزستور أو بدونه، حيث أن الدارة تعمل في الحالتين بطريقتين متشابهتين، أي أن وجود الترانزستور لم يضف التغير الذي انتظرته، لكن
أحبائي، يجب أن تنتبه أن الترانزستور يحتاج إلى جهد ضعيف ليعمل، أو بما أن كثيرا من أجهزة الحاسوب تعطي جهدا ضعيفا عند المخرج، لذا يعد الترانزستور مثاليا في العمل على تلك الجهود الصغيرة، وهذا ما نفتقده في مجزئات الجهد. تدريبات: صمم دارة كهربائية تحتوي على ترانزستور بحيث تصدر إنذارا صوتيا عندما يصبح زيت السيارة ساخنا جدا، وتأكد من الرموز الكهربائية للأجزاء الداخلية والخارجية في الدائرة. أتوقع منك عزيز الطالب أنك قادر الآن على تصميم دارة كهربائية تصدر صوتا عندما تتغير درجة الحرارة، مهما اختلفت الاستخدامات لهذه الدارة الكهربائية. سأنتظر أن ترسم هذه الدارة الكهربائية وتحدد أجزائها. والآن لنستعرض الإجابة. أتوقع أنك أنهيت الآن، وأنك قمت برسم هذه الدارة الكهربائية بجميع هذه الأجزاء. والآن لنعدد أجزاء هذه الدائرة: مقاومة حرارية من النوع NTC، وترانزستور من النوع NPN، وجرس إنذار، وبطارية، ومقاومة ثابتة. السؤال الثاني: في الدارة الكهربائية الموضحة جانبا، ما هي العبارة الصحيحة التي تصف ماذا يحدث عند زيادة شدة الإضاءة على المقاومة الضوئية؟ العبارة الأولى: تقل المقاومة الضوئية ويقل الجهد وينطفئ المصباح. العبارة الثانية: تقل المقاومة الضوئية ويقل الجهد ويضيء المصباح. العبارة الثالثة: تزداد المقاومة الضوئية ويقل الجهد وينطفئ المصباح. والعبارة الأخيرة: تزداد المقاومة الضوئية ويقل الجهد ويضيء المصباح. سأترك لكم وقتا للإجابة عن هذا السؤال، وتختار العبارة المناسبة التي تصف التغير الذي سيحدث عند زيادة شدة الإضاءة. أتوقع أنكم أنهيتم واخترتم الإجابة الصحيحة. نعم، الإجابة الأولى: تقل المقاومة الضوئية ويقل الجهد وينطفئ المصباح. والسؤال الأخير: ما مقدار فرق الجهد بين القاعدة والباعث الذي يعمل عنده الترانزستور؟ 1/10 فولت، 2/10 فولت، 4/10 فولت، 7/10 فولت. نعم، أحسنتم أحبائي، الإجابة هي D، 7/10 فولت. انتهى درسنا اليوم أحبائي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.